إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد عباد الله إخواني الكرام إلهي سبحانه وتعالى إن نعم ودينك أونوك لي لما كوبي كرو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما كوبي كرتان أي ربي قال سبحانه وتعالى نعم ودينك أسخار وعام ومددن أي مريسا وعمي ميسا قارنا وقوني وعدي كو قوني وعد كل وذاك تأين جرين نول بأنا قمت هنا نعم أقوني ومدك لأي هيسن أيها هيستا إلهي فضلك سبحانه وتعالى خبيئة أن نقولوا أغيني أرينك وقرصون ونعمه عد كل قبت أين جرين أيها قفل بو هيسا وربي سبحانه وتعالى أما إساق حد دريمو إن أي قوني وتأموسن دريمين نعمو دينك عامك أو حكم ده ربك إنو ربي سبحانه وتعالى كاني نسيي ربي وحانك بريلا سبحانه وتعالى إنو ميت عاما ونافعة وبري إيا محوها بلد جاره ميلو بجاره بري إي بد إي بلد بجاره إي باد يبا لبقى إي أفأنا وذنيو ربنا وريه سبحانه وتعالى وليبا نعمة وحيات أسي درنانيسا قيمها إي درين كلا دريما مركي قفكو لبقوا سومرا أفرك وادركتين هذا نوسي صوت إله سبحانه وتعالى جارسيو ما أنت عنظن عادي كلاه أودن حتى دريمين تتكرئين الدريمين مركي أنت السومان أي بهذان أومان واد دريمي سان قفك سوء فرحة إلى والنبي قال شيخ صلى الله عليه وسلم قفك السومان إنه لا بفرح حد ليه عند فطره وعند لقاء ربه مركو أفر أي مركو ربي لكل ما نعم هذا مركا وحي دادن كذا وادو سي حقنانا يا مركي قفك ودب سومره roob laanti dhacday kulaylki dhacay onki dhacay abaadki yeeray roobka intuu maqnaa in yar oo koobanay ahayd aad u kooban abaar weyn oo na soo marta yaani nuguma dhawayn way naga yara fogeyd laakiin gugi ayaa wax yar yara gadaal u yara dhacay abaar hata ma idin laakiin aad baa loo kulaaday kulaylki wuxuu gaaray xaalad aan caadi ahayn xaaladaas uu gaaray kulaylka حالتاس وكوليلك جاري وانت لك حتى نيروبي وحن فيلايا ولقيت إني جارينا فيلايا انت كل يوم هذا اللي يقان حالت كلها لجاري هذا أكلون ولا دبودي أدب الله بقي تتكي إلى أي قوس كسكتان مركز ربي سبحانه وتعالى هي ذا أنا حتى حالت ذا الله ينرب سانسانج يسمى قن أي هل من رب حوق له يود أي مال بضن والرب بهني إن ولي أنا الرب وين هل وجرا إله عكبرنا سبحانه وتعالى أنت أنهلنا إنه إله الرب بدن سيء أبركيسا أنت هشين وزيادي وذكرية وضمحوها الرب نافعنا وقدك نعم ذا الرب كمرك شكري أي كمحوها واجب سنيسا إله إن لغو شكري سبحانه وتعالى وقلبك قال لغا شكري إلا إن إساي كريس مباكيني عربك لغا شكري إساي كريس أي نعم ذا الله إما ذونا سيء إن حبناه لغا شكر ربك سبحانه وتعالى قدك كوبات كاس ويا الشكر له الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن وحكستو ما هذا طن اله كريس اسكلا مركا ان الهي ان اد او شكرين وقدك كوبات قدك لبات تصريف كارمه وحكستو مامول الله وادون كدعه ما انت وحال شيغي او دولده قوت بدن او تكنولوجي هيستو دقاله بدن هيستو سدا او سدا او سدا مركا لا تريو قفك انا يقين تهيسنين أما أن أد إلهي أودي سأقدر إنسانين أما قلبي سقفل درع كجرته وحده إشتها لقيا به وريني أدونك يا مامولة هل دبع بيا كما كيني كنا قل يا أيقى دبع بيا أرك كما كيني كنا هل دبع هداي يسوع تكان أنت أول ما أنت ما على نجنا ولا درة بيلكي حال الدقي روبكي حالي إيه شالي لبلا أمريكا دقي نيروبي أنا ملك لو بحسنين بيلك استجب بحية هدية يا ما بحين كنا ما أودي كنا انت انا مو رابين كره مركه تصريف كامورها وطن الهك عندك جيت سبحانه وتعالى تايدا ويقين وبهن فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الدون كان تصرف كيسة ربي كلي ايام ما الا ما مش لمارك قضب كان وقضب مهم ادو ان لا دريم اي لازم تاي مركه روبك لا هلنا وحا مهمه ان ادو دريمو روبكاس كاني تانك الله وكاني
isaga kaliis inuu ku tasarrufa in allo dareemo muhiim qodobka kale waxa aad muhiim ah in lagu cibra qaato dhulkan qallalna oo nolol aan lahayn ayu rabbi subhanahu wa ta'ala intu roob keenay kadibna dhulka nooleeyay oo khudaar iyo nicma iyo daaq iyo aws iyo biyo iyo wanaagna rabbi u dhigay allahas marka nooleeyay dhulkaas meedka ah lam yuhyi almauta annaga markaan geeriyo isaga ayaa soo saari doona taana ayadana qodobkaas waa qodob muhiim ah in hoos lagu xariiq u baahan qodobka kale ni'amta ilaahi baa bihi subhanahu wa ta'ala isaga in la aado oo cidda loogu shukrina isaga ay noqoto zayd ibn khalid juhani radiyallahu ta'ala anhu aya xadiis dheer nabiga ina cali sallallahu alayhi wasallam fajr ka baxay ayaa wuxuu yiri xaalay miyad garanaysan ilaahi wuxuu yiri subhan waxa waa bariistay xaalay markuu roobka daay subaxdi ayuu nabiga wuxuu yiri adoomahayga laba qaybood ay u kala baxeen qayb irumeeyay oo xidigi iyo waxyaabi la sheegi jiray ku kufriyay roobka xidig fulan ay la fadhidiisa ayaa keenay baabkaas xidigadayga qolyaha dhaqankoodi xidigaasna ku gaaloobay anigana irumeeyay qarna waxa weeyaan xidigaas ay rumeeyeen annaba ay u gaaloobeen qof yiri ilaahay fadligiis ii raxmadiisa nagula roobeeyay dadka ayaga waa dadka anigu rumeeyay kowkabka ii xidigan ku gaaloobay dadka yiri xidig fulan ay la fadhidiisaasa ayahayd xidig fulan waa kada baabkii ay gali jireen galay qofka isaga xidigaas ayay rumeeyay annaba u gaaloobay rabbiga alle subxaana wa tacaala marka nicmada daa'iman in allah xaggii lala aado oo roobka uu ka mid yahay sidoo kale waa in ayana shukriga ilaahay subxaana wa tacaala aad loogu dadaalo maxaa yeelay shukriga waa dabarka iyo xeragga iyo meesha lagu dhowra lagu ilaaliyo nicmada haddii aad igu shukrisaan waa idin korinaya haddaad igu kufrisaanna cadaabkayga uu daran yahay rabbi ilaah subxaana wa tacaala sidoo kale inaan iska ilaalino asbaabta roobka inuu na hareero maro ama roobla-aan inuu dhacdo keeni karto waxaa ka mid ah tadfiifka wax in la fuuday oo miisaanka la fuuday waylu lilmutafifiin in muxuu ahaa waxa la beega la fuuday in dharkii la khaldo oo la khiyaamo magacii iyo muxuu ahaa muuqaalkii ay islahayn magacii waa dhar la yaqaano saa ah laakiin muuqaalkii been weeyaan cunnadii malabkii caanihii dhismihii wax walba qishiga ama waxaan isdabamarinta la yidhaahda in layska ilaaliyo haddii taa la waayo roobka waa laysu diidayaa nabigeena sal alla slam wuxuu le xadiis sugan dad ma fuudayaan miisaanka iyo beega ilaa ilaahay wuxuu ku imtixaamaa abaara ayuu isu daba dhigaa ayuu nabigeena sal allahu calayhi waalihi wasalam taana inaan iska ilaalino oon aad iyo aad iskaga jirna waa qodob aan laga maarmaynin roobka markuu imaado marka aadaab ayuu leeyahay nabigeena sal allahu slam saxaabadii xataa istinjadii ayuu baray ninka yahuudiga ah waa tii uu salmaan alfarisi ku lahaa nabigiina xataa wuxuu idin barayaa istinjadii diintan marka wax ay ka tagtay ma lahan maa farana fi lkitaabi min shay roobka markii uu imaanaa dabayl ayaa ka soo horeysa dabayshaas marka waxaa dhici karta cadaab inay noqoto ummadaha lagu cadaabay marka qofka inuu yidhaahdo ilaahayo waxaan weydiisanayaa dabayshaas khayrkeeda iyo khayrka gudaheeda ku sugan iyo khayrka loo soo diray ayaan ku weydiisanayaa sharta loo soo diray iyo sharta gudaheeda ku sugan iyo sharteeda ayaan kaa magangelayaa ducadaas qofka inuu ku ducaysta waa qodobka koowaad qodobka labaad roobka markii aada soo goota ood tixdixda iyo dhibacda ay bilaabato qofka inuu yidhaahdo ilaahayow waxaad ka dhigtaa shuban roob shubmay oo nafcila riwaayad kale waxay ahayd ilaahay waxaad ka dhigtaa waraabin raxmadeed waraabin iyo suqiyo cadaab ha ka dhigin iyo mid bala wadato iyo mid dumitaan oo wax dumiso ilaah ha ka dhigin iyo mid muxuu aa dadka maashayso ducadaas in lagu ducaysta markii roobka uu faydana qofkii inuu yidhahdo mutirna carabka iyo qalbiga iyo xibnaha buu ka yidhaahdo mutirna bifadlillah fadliga ilahay baa nagula siiyey qofka markuu dareemo inuu necaw iyo barwaaqe iyo dareemo inuu ilaahay u tiriyay subxaana wa tacaala arrinkaas la aado xilliga gugi aa la gaaray oo roobka saasuu ku imaaday dayrta ayaa la gaaray saasuu ku imaaday saas waaba muuqatay waxaa kada baabka isaga laga leexdo oo ilaahay fadliga subxaana wa tacaala oon cidka la wadaagin aan ku helnay qofka in carabka iyo qalbiga buu ka yidhaahdo inta haddii roobka uu sii kordho oo intii yacnii laga baqa dhibaato inaad keensado qofka in uu yidhaahdo allahuma xawaalayna allow hareeraha naga mari ee dusha naga ka leexi waadiyada iyo meelaha buuraha yaryar iyo meelaha geed qabad kalah iyo beeraha iyo dhankaas ilaaha u leexi in qofka uu yidhaaha uu saas ku ducaysta waa ducada nabigeena ka sugan sala allahu calayhi waalihi wasalam sidoo kale roobka marka u horeeyo bilaabana qofka inuu jirkiisa qayb ka mida faydo si roobka aad ugu dhaca nabigeena uu yeelay sala allahu calayhi waalihi wasalam markaasa la weydiiyey wuxuu yidhi innahu xadiidu cahdi min rabbihi rabbigiis ayuu mardhow ka yimid xaggiis saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam
sidoo kale roobka ee waxyaabaha la socdo waxa kamida oo muhiimka ah in la ogaado gugac oo taqaanan gugacaas oo kale markii ummada lagu hadli kara abdullahi ibn zubayr radiyallahu ta'ala warda wuxuu markuu maqlo wuxuu dhihi jiray subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi allihi gugacaas ii onkadkaas uu u tasbiixsani isagoo weliba kuma hadini malaa'igtana ay baqitaankiisa ay u tasbiixsani ay uma hadini sawaaciqda iyo jacdana kudara ku diro dadki cidda uu doono iyagoo weliba ilaahay diintiisa ku murmayaan oo alla ka hor imaadsan saasuu ku ducin jiray yacni ilaaha kuwaas kuma jirnay hanagu darin wa saasuu dikrigaas u akhrin jiray radia allahu tacala warda qodobka u dambeeyo waa duca roobka waa fursad in ducadaada la aqbalo nabigeena sala allahu alay slam waxaa ka sugan inuu yidhi laba lama celiyo waa laba ducaa markii la adimo ducada aadaanka ka dambayso lama celiyo ayuu nabigeena sala allahu alay slam waa fursad fiican markasta waana soo martaa waad aragteen shan jeer ayaa maanta ina soo mari sidoo kale waxaan la celinin taxta almatar marka roobka aada hoos joogta ood roobka socda xilliga isaga ahna siduu nabigeena cadiy sala allahu alay wasalam ducada lama radiyo ducadaasna aad baan ugu baahanna adduunkiya wax badan naga qasan yihiin aakhiraday ayaanan garanti iyo hubaan la haysanin meel la geli doono ilaahay noo wanaajiyo aakhiriya dunbe marka in aan ducadaas ku dadaalno oon fursad ka dhiganno ayadna waxyaabaha nabigeena sala allahu alay wasalam ka sugan ay ka mid tahay ilaahay waxaan ka baryaa subxana watacala biasmaa alxusna wasifaati alcula inuu naga dhigo kuwa ilaahay ku shukriya qalbiga iyo xibnaha iyo carabka kaga shukriya inaad ilaahay kuwa naga dhigo inaad ilaahay subxana watacala noo ziyaadiyay khayr ku nasiiyey roobkan aan helnay roob camima oo ummadda camimo oo khayr badan keeno ilaahay inuu noo yidhi subxana watacaala shaakiriintana uu rabbiga nagu daro rabbiga subxana watacala aan ka baryayna allah cibaadallah salluu وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر من اوطاننا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين